ابو عادل تنحش الناس. امينو سبيشال ستيج. طيب لعبوا 24 خلصوها 7 من 260 محاولة. نلعب مرحلة امينو. افا عليك افا عليك يا عبد الله نظبطك. لا امسك زر النط. مسك البي سويتش بدل ما ينط عليه. تشيك بوينت لطيف. امين ندخل للباب. اوه بس هذه هي. جميلة يا أمين. كذا مو راندوم. ايش يسوي لك؟ لازم يطلع اسمك عشان يطلع راندوم. فان شيل جامس هي ذكرتها هذه اللي ما نزل الأرض. يلا خلنا نلعب فيها شوي. يبغى لها تعريق هذه يا علي. نحاول فيها نكمل محاولة مش غلط. لا لا ما بطول يا حاتم. لا تخاف ما بطول في المرحلة. تصير صح توصل تشيك بوينت وتسوي ستارت اوفر. اوه يا عبد الله كثير. كثير احيانا حتى تشيك بوينت 2 الثاني تشيك بوينت الثاني اضغط ستارت اوفر من كثر ما احنا متعودين. المشكلة ترى المشكلة هذه موجودة من ايام ماري ميكر 1 ومش يعني بس احنا نشتكي منها، كل اللاعبين يشتكون منها. واكيد نتندو عندهم خبر لكن خلوها اسهل حتى ماري ميكر 1. لا لمست الارض قهر. ابو عادل لعبته ستارت اوفر. لا ابو عادل يسوي ستارت اوفر يقول لك انا متعمد ترى، هو اصلا ناسي. انا متعمد بس بوريكم اني اقدر اجيبه مره ثانيه. مبارك خلصها في ثلاث ساعات. صدقني ما بخلصها يا فارس. النطة ذيك حقت الشيل دروب اغلط فيها كثير ترى. لا شيل جمب بعدين شيل جمب على الثوام بعدين الأخيرة. قربت البوز قبل شوي. كويس إنها ما خربت. لا آخر نطة آخر نطة حرام. كيف صارت كذا معي غلط؟ افكها مع النقز يا علي ولا ايش؟ ماني فاهم. لاني ما فك زر النقز هنا.
يلا شيل ستيج 2 لعبوها 5 خلصها 1. عبد الله عاجل ما شاء الله من 186 محاولة. طيب دبل شلدون في البداية. أبس كان المفروض تحط ريست عشان ما نعيد كل شوي. تعال تعال، الجدار مرة قصير. مرة قصير الجدار ترى. دقيقة ايش الجنب البعيدة؟ لا ليش ما في تشيك بوينت يا مينو؟ لا برضو هذه قصيرة. عرفتها من مرحلة القديمة امينو ان ايش الجنباتها كلها قصيرة. هو لازم اسوي كنترول جمب. قصيرة بعد ذي. خليني اشوف، ابغى اشوف. قصير. السلام عليكم يا صورة تويتش، كيف حالك يا بعد راسي؟ الله يسعدك ويوفقك ويرزقك اضعاف مشتركين اللي عندك يا رب العالمين. استمر يا عسل حبيبي. حبيبي يا موسى، ايش ذا الكلام الجميل على الصباح؟ ما سويت تمرين شيل جنب كفاية. شيل جنباتها قصار رجال، مرة قصيرة. فحتى شيل جنب الطويلة اللي أسويها من وأنا نازل، إذا سويت فول جنب ورميتها صح بتقتل لي الشلات. لازم أشيل يدي من زر النقز عشان تجي معي. هذه لازم اشيل هذه وانا شايل يدي. اوكي بعدين بي سويتشات. ما كان لها داعي البي سويتش والله. انزل تحت، حط سهم. طيب يا مينو حط سهم. لحقت لحقت. يلا يلا خلونا نفوزها بالسيف الاسطوري. يس لا قصرتها كثير والله، قصرتها كثير. Thank you.
طيب نلعب مرحلة أخونا الباتشينو اسمها فروزن لاندز أوف ذا نورث، لعبوها 1265 وخلصوها 382 من 18000 محاولة. هذه مرحلتك الباتشينو تم صممها. إذا تم صممها وينك عننا؟ عندك مراحل رهيبة زي كذا يلعبونها ألوفات. راح علي القرش يسير. جزء مني يقول روح خذ القرش، جزء الثاني يقول لا كمل المرحلة. انت تصميم خرافي. حاط القروش علشان اروح اخذهم انا ويطيح علي لايسكل عشان تذبحني. اهلا حسن، عليكم السلام. الله وانا باتي جي جيكم الطيب. اوه الباتشينو يعطيك العافية، 500 بت تسلم تسلم، ما قصرت تسلم، يعطيك العافية.